تحية لكم مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حديث الثانية لهذا اليوم، والذي سيكون حلقة خاصة عن الشأن المحلي العراقي بشقيه الاثنين، الأمني والسياسي أيضا. إذن مشاهدينا، في المحور الأول سنكون من بغداد والتفجيرات الدامية التي ضربت العاصمة بغداد وتسريبات بتقسيم العاصمة إلى 4 قواطع أمنية. أما ملفنا الثاني سنكون فيه عن الميدان الأمني، العلم العراقي يرفرف فوق بنايات قضاء الرطبة والجهد الهندسي يشرع برفع العبوات. أما ملفنا الأخير والختام سيكون سياسيا شماليا، البرزاني يجدد دعوته لانتصال الإقليم عن بغداد، وكوران والاتحاد الوطني ينضمان أو ينظمان اتفاقا تاريخيا بينهما. إذن مشاهدينا، يوم دام آخر يضرب العاصمة بغداد مصبوغ بدم المناطق الفقيرة من العاصمة بغداد، ويودي بحياة العشرات من المواطنين ويرقد أضعافهم في مستشفيات العاصمة التي هب الخيرون إليها للتبرع بالدم وإسعاف المصابين. يوم دام آخر ينعش تجارة سرادقات العزاء وتجارة النعوش وقريحة الشعراء في رثاء الشهداء، دون أن يعلم أي من الراحلين أسباب موته بهذه الطريقة البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية. بالأمس مشاهدينا، ضرب الإرهاب مدينة الصدر في ساحة سوق الـ4055 في الشعب، مع تمكن القوات الأمنية من تفكيك أكثر من عجلة في أكثر من مكان. إذن مشاهدينا، لتفصيلات أكثر عن تفجيرات الأمس نشاهد وإياكم هذا التقرير. الله أكبر عليكم، شنو هيدن بهاي العالم؟ الله أكبر. بغداد كانت على موعد مرة أخرى مع الخروقات الأمنية وإراقة الدماء. مناطق الشعب وناحية الرشيد ومدينة الصدر سجلت أرقاما فلكية في عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء تفجير عربات الموت المفخخة والأحزمة الناسفة، فيما فككت القوات الأمنية سيارة ملغومة في منطقة الجيارة من مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد. جاي شوف الحالة بعينك، نفس الكررات ما ذاك السوق، الكررات بسوقنا، ونفس الشيء رقم قياسي 120 ونساء وناس شغلوا شموع، والله وياك وكان الله يعبو المحسنين، وانتهى الموضوع. ويومية واليوم الكررات بسوقنا، راح أقول لك شغلة وانت مليان موقيس. أكو واحد يعرب بنته من حذاته، والله لقيناها نص ونص، ماكو ما يعرف بنته، ما يعرف والله، ما قلت له، قلت له من المستشفى ما بيها شيء، وانا شايلها بيدي هاي حذاته. اغلب التفجيرات التي حصلت في بغداد هذه المره استهدفت الاسواق الشعبيه والمطاعم، استعملت من خلالها العصابات الارهابيه عنصر النساء في تنفيذها بحسب شهود عيان. هاي يكتلون العالم بالسكين؟ تفضل، هاي السكين يكتلون العالم به. مرام لابسين احزام وطارسينها سكين، كتلت العالم هاي كلها. ليش؟ يعني الانفجار صار بواسطه امراه؟ مره هذا شلت وجهها مره، ولابسه هدوم سود زين، وهذا السكين متروس سرس زين، هاي نصها ووجهها موجوده مره. دماء وبقايا الشهداء، فضلا عن صور الدمار التي عمت هذه الاماكن، هو مشهد البلاد في ظل الاوضاع الراهنه. هذا الاصلاح اللي نطالب فيه، ليش هيك؟ هذا يقول لك مخربين، ظاهرين مخربين، ليش مخربين؟ جاي نعيش، احنا قاعدين نجرب فجارنا. هاي الساعة 11، لا نفس قرب، ليش ليش؟ فيما حمل المواطنون الكتل السياسية مسؤولية التراجع الأمني الخطير الذي يشهده العراق في هذه الأيام، داعين أصحاب الضمائر الحية ممن اعتلى منصة القرار إلى إنقاذ البلاد من الانهيار. هذه هي ضريبة الإصلاح في العراق. أحمد العبودي، قناة بلادي، بغداد. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. ينضم إلي ضيفا من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. بداية تحية لك دكتور أحمد،
أسألك بداية، هل من قراءة جديدة ربما لتفجيرات أمس عن التفجيرات التي سبقتها في نفس الأسبوع الأربعاء الماضي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه كلما حصلت هذه العمليات تم تبريرها على أساس أنه داعش يعاني من انكسار في الميدان العسكري وبالتالي يناور على الملف الأمني، وأعتقد هذه الذريعة ما عادت قابلة للتسويق ولا حتى للحديث عنها، على اعتبار استهلكت ولم نجد لها علاج، لأنه يفترض عندما أدركنا هذه الحقيقة أن يكون لدينا رد فعل وسبق نظر في الأحداث، فعندما ندرك حقيقة أننا وصلنا إلى أدخال التنظيم عسكريا في مناطق قتل في كل من الفلوجة والموصل، فمعنى ذلك أن التنظيم سيحرك الخلايا النائمة ويشاغل على الملف الأمني. لماذا لم يكن هناك استنفار على الجهد الأمني؟ لماذا لا يكون هناك إصلاح في إدارة الملف الأمني، سواء كان في الإدارة السياسية أو منظومة القيادة والسيطرة عسكريا، تأمين مستلزمات إدارة معركة؟ هذه بالحقيقة تبقى تساؤلات وفرضيات قائمة. حتى ما تفضلتم بالإشارة إلى مسألة توزيع بغداد إلى قواطع، هذه بالحقيقة سنتحدث عن هذا في سياق هذه الحلقة. نعم. دكتور أحمد، يعني إلى أي مدى يمكن أن ينطبق مقولة جسم كبير يأكل كثير ويتحرك قليل على منظومة الأجهزة الأمنية اليوم في العراق؟ أحسنتم، ولذلك مسألة القيادة ومسألة مركزية القرار في إدارة الملف الأمني الآن بات الضرورة. نعم. ولكن كيف نحول القرار الأمني إلى قرار مركزي؟ يجب أن نتجاوز مسألتين، مسألة المحاصصة ومسألة ما يطلق عليها بالتركيبة أو تأمين المشاركة السياسية لكل أطياف الشعب العراقي. هذه بالحقيقة المسميات يجب أن تغيب، يجب أن يكون هناك جهازا مركزيا، وفي تقديري أنه آن الأوان إلى أن نستحدث مؤسسة أمنية تعنى بشأن أمن الدولة. نعم. وهذه تكون عابرة للمحاصصة وعابرة للطائفية، وهذه أمن الدولة لا تقتصر فقط على العاصمة وإنما في المحافظات جميعا، تتخادم فيما بينها بمنظومة ممسوكة بيد قوية بقرار جريء. نعم. بإشراف ومتابعة مباشرة، بالأخذ بمبدأ العقوبة الصارمة. نعم. والمكافأة العالية. نعم. لذلك حتى يعني نستنهض فيها القدرات ونضع كل فرد في هذه المؤسسة أمام تحدي، لأن هذه المؤسسة التي افترضناها ستكون مؤسسة ضامنة لأمن الدولة، ومعنى ذلك أن سيادة الدولة، الجبهة الخارجية، الجبهة الداخلية ستكون مؤتمنة بيد هذه المنظومة الأمنية. وأيضا دكتور أحمد، الجهد الاستخباراتي هنا، يعني أتساءل والكثير يتساءل، ما الغاية من آلاف ربما المنتسبين أو مئات الآلاف منتسبين بمختلف صنوف الأجهزة الأمنية؟ يعني أليس الأولى بهؤلاء الاندماج ربما وتسليط الجهد تماما على الجهد الاستخباراتي الذي هو سيكون ربما الأقوى في مسك الأمن في بغداد وأيضا مختلف المحافظات؟ أحسنتم، في تقدير لأنه هذا الترهل الكبير في المؤسسات وفي العناوين الأمنية يؤدي إلى ضعف الجهاز الاستخباراتي. أحسنتم. نعم. تبعثر الإرادة. حتى حينما نتحدث عن جهاز الاستخبارات، آن الأوان أن نحدد المهام والواجبات وأن نشرف على هذا الجهاز. إذ أن تحقق واستحدثت هكذا مؤسسة هي أمن الدولة، هذه تخضع إلى إشراف دقيق وإلى متابعة وإلى تقييم كل 3 أشهر أجل التقييم للأفراد ولأداء المؤسسة بشكل إجمالي وللأفراد بشكل خاص. نعم. والفرد الذي أجد فيه قدرة على الإبداع وعلى النشاط والحيوية هذا يقدم، أما الذي هو يتكاسل فوكل حتى إخراجه خارج هذه المؤسسة حتى تصبح مؤسسة فاعلة، ثم هذه المؤسسة تصبح لها أجنحة في كافة المحافظات. لأن اليوم إحنا من نتحدث سنقسم بغداد إلى قواطع عمليات، طيب ما هو التهديد مو فقط تهديد محلي، ما هو وافد من بقية المحافظات. نعم. أنت الآن تتحدث عن أن العجلة اتبعت الطرق النيسمية وخرجت من بعقوبة باتجاه بغداد، لو كان لديك منظومة أمن قوية في بغداد في بعقوبة لأرسلت رسائل عاجلة ولاستطعنا أن نستمكن هذه العجلة وهي تسير في الخطوط النيسمية. ولماذا هذه الأموال الطائلة التي تنفق على الأجهزة الأمنية ولا يوجد متابعة ويوجد اهتمام بهذه القضية؟ قضية عجلة السماوة خرجت. نعم. من بغداد إلى السماوة هذه المسافة الطويلة لا استطاع أحد أن يتابعها ولا استطاع أحد أن يعمل على
إيجاد آلية لإسكاتهم قبل أن تدخل إلى المدينة وتشكل خطر. في تقديرنا الآن الأوان إلى أن نستحدث منظومة جديدة، لأنه كل المنظومات بالحقيقة فشلت في مسألتين، أنها خضعت إلى المحاصصة، وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى التشكيلات جاءوا عبر التخادم مع الانتخابات حتى ينتخبوا، يجيب قرايبه ويجيب عائلته ويدخلهم بالمؤسسة، والبعض منهم فقط وقت الراتب يجي يوقع ويدير وجهه ويطلع، والملتزم مثقل بواجبات أكبر من طاقته وأكبر من قدرته ومشتت الأجهزة الأمنية. لذلك في تقديرنا يجب أن تكون، يجب أن تتشكل تشكيل جديد، هذا التشكيل الجديد عبر للطائفية عبر للمحاصصة، وأن يدار بأيدي متخصصين ما لهم علاقة بالتداول السلمي للسلطة وما لهم علاقة أصلا بالحكومة، لأن الحكومة كل 4 سنوات تتغير. وفي الحقيقة دكتور أحمد أيضا يعني هذه التفجيرات الأخيرة التي حصلت في بغداد والتي يندى لها ربما الجبين تدفع الأغلبية لفتح ملف المنظومة الأمنية من الألف إلى الياء، ربما ابتداء من المختار والانضباطية الأمنية لمسك الأرض في بغداد، خاصة بعد تغيير ربما مختلف الأحياء السكنية في بغداد وتغيير معالم هذه المناطق البغدادية. أحسنتم، هذه بالحقيقة التغييرات الديموغرافية التي تجري، وهي بالحقيقة تغييرات طبيعية. تحدثنا في فترة سابقة على قناتكم الموقرة أنه من الضروري جدا أن لا يصار فقط إلى أن نلقي بعبء معالجة الملف الأمني على المؤسسة الأمنية حصرا، وإنما يجب سياسيا في الإدارة السياسية أن نفعل جوانب أخرى. يعني قلنا يجب أن يعاد النظر في مسألة أمانة بغداد ومحافظ بغداد مع الجهد الأمني ممثلا بوزير الداخلية، حتى يصار إلى تشكيل فريق متكامل. وأمانة بغداد تلتفت إلى مسألة العشوائيات، يعني هذه العشوائيات آن الأوان أن نجيب عنها. إذا ردنا نحافظ على كرامة العراقيين فهي من حيث السكن لا تليق بكرامة العراقيين، وإذا قسناها من ناحية التهديد الأمني فهي غير منظورة أمنيا وغير ممسوكة عسكريا وفيها فوضى. لذلك إذا يعني من كل الجوانب نظرنا لها يجب أن تعالج. كيف تعالج؟ بتحقيق توافق لفريق سياسي يؤمن بالثوابت الوطنية، مو أنا كتلتي مراضية وكتلتي غضبانة وما لا ذلك، ما علينا بالكتل، خلينا نلتفت لهموم بلدنا. تجتمع هذه الأطراف الثلاث، أمانة بغداد مع محافظ بغداد مع وزير الداخلية، ليشكلوا فريقا متكامل. في الفريق المتكامل العشوائيات يجب أن تلقولها حل، تلقولها حل، هذه تبقى هم أمانة بغداد. وفي ذات الوقت تنطلق المؤسسة الأمنية لتشكيل قاعدة بيانات دقيقة عن حركة السكان. وبالمناسبة الإصلاح في الملف الإداري يؤمن رصيدا كبيرا جدا للمنظومة الأمنية. السبب لأن هذا اللي إحنا قعدناه في بيت يليق بكرامته وشعر أن الحكومة قد تخادمت معه وشعرت بهمومه ومعاناته يتفاعل مع الحكومة، وكل ما ينظر من مسألة سلبية ينقلها إلى الدولة، لأنه ستتعزز ثقته بالدولة. أما أنه أنا عايشة تاركة يعيش بمستلقى وهناك تباين بالمستوى المعاش، يصير احتقان بعض الأحيان ولا مبالاة ولا اكتراث بالدولة ولا يعني تضمحل الروح الوطنية. إذن يعود الموضوع الأمني للأصل السياسي وهذا الاختلاف بين المكونات السياسية دكتور أحمد. يعني البعض يرى أيضا بأن الحواضن هي ليست بأمر جديد على الواقع الأمني في العراق، لكن الأمر يكمن في التواصل ما بين الحواضن وقياداتهم، خاصة مؤخرا ما ظهر من اختراق للنازحين لهذه، يعني الحواضن اخترقت النازحين ومرور بعض الأشخاص الإرهابيين من خلال تواجد النازحين في بغداد. والله في تقديرنا أنه حتى المناطق التي هي توصف بأنها مناطق ساخنة، لو كان هناك كما وصفنا منظومة أمنية تعنى بشأن الدولة، يعني أمن دولة، ويكونون الأفراد اللي موجودين في هذه المناطق لديهم قدرة التواصل مع هذه المنظومة، إن لم نقل جزءا من هذه المنظومة، أن ذاك نستطيع أن نؤمن قاعدة بيانات. يعني اليوم تتحدث بعض القوى عن أنه 1200 مختطف من قبل كتائب حزب الله، وهذه قضية يسوقوها. هذه بالحقيقة أصلها شنو؟ أصلها أنه السكان المحليين العشائر أوقفت رجالات منهم مع السيطرات، فرزوا بين من هو كان متعاون مع داعش وبين من هو كان مسالما. وهذه بالحقيقة أصلها أنه شكاوي بالمطالبة بالحق الشخصي من عوائل تضررت من هؤلاء، هذه العوائل هي معظمها عوائل سنية على اعتبار المناطق كانت هي مناطق ذات أغلبية سنية، والقضاء فصل بهذه القضية وأصدر
مذكرات قبض بحق هؤلاء استنادا إلى مدعي بحق شخص من داخل العشائر في هذه المناطق والاعتقالات رسمية. فإذا أكو تسويق بالحقيقة لهذه القضايا، يعني آن الأوان أن تعالج قضية لا ليس الأزمة وإنما المأزق السياسي في وجود نماذج بالحقيقة تهدد أمن الدولة. هذه أمن الدولة أيضا يصار إلى أن يكلف جهاز أمن الدولة أن يضبطون الخطاب السياسي. أنت من تطلع على وسائل الإعلام وتقول جناح فصيل مقاوم اعتقل، شنو الأدلة والقرائن اللي عندك؟ جيب لي أدلة وقرائن، وإذا ما عندك أدلة وقرائن أنت تهدد أمن وسيادة الدولة، يعتقل على هذا الأساس. فلذلك كل ما يكون المنتظم السياسي قوي يضبط سلوك هذه المجابع الإرهابية المنفلتة ويضبط الخطاب السياسي المنفلت اللي بالحقيقة يؤمن في كثير من الأحيان يؤمن بيئة حاضنة سياسيا عبر الخطاب إلى نشاط هؤلاء الإرهابيين. نعود ونناقش ما أشرت إليه قبل قليل وهو تقسيم العاصمة بغداد إلى 4 مناطق أمنية، وهذا ما تم تسريبه من مصادر استخباراتية. يعني نعود من جديد ونعالج الخروق الأمنية بحلول عسكرية أيضا. هذه بالحقيقة يجب أن لا نحمل القيادات الأمنية والعسكرية المسؤولية، لأنها هذه القيادات حتى يفهم الرأي العام العراقي حتى تستطيع أن تدير المهام لابد من أن نأمن لها وسائل وأدوات إدارة معركة. يعني أنا لا أجي أقول لها أعتمد فقط على الجهد البشري وأنا جايب لعبر المحاصصة المتردية والنطيحة، أو أجي أقول له أوضع خطط وأوضع استراتيجيات. سبقتني في هذا دكتور أحمد، وهذا ما كنت أود أن أشير إليه أيضا، وهو الاعتماد على الجهد البشري كما تفضلت. ويعني اليوم الحديث عن رادارات وعن كاميرات حرارية ربما وتكنولوجيا متقدمة وحديثة جدا في معالجة مثل هكذا خروق كبيرة. هذه أحسنتم يعني بالتوصيف الدقيق، لأن هذه الحروب احنا وصفناها صنفت بأنها حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع هي نتاج لثورة المعلوماتية، وثورة المعلوماتية هي نتاج لثورة التقنية. طيب إذا كانت هي نتاج لهذه الثورات، لماذا لا نستثمر الجهد التقني؟ يعني اليوم احنا نتحدث عن أنه لنعمل حزاما لبغداد، رأسا ذهنيتنا انصرفت إما للكتل الخرسانية، وواحد يقول خلنا نبني بلوك، وهذا الأسلوب التقليدي ما أعرف ليش عالق في ذهنية صناع القرار السياسي. طيب ما عندك أنت أحزمة إلكترونية وعندك رادارات وعندك نواظير ليلية وعندك تقنيات عالية وعندك طائرات استطلاع، ممكن أنه شاب صغير سن مهندس يقعد يطير لك عدة طائرات يأمن لك جهد ليس فصيل وإلا بسرية قتالية كاملة، ولا تحتاج إلى قدمات إدارية ولا تحتاج إلى أرزاق، هو قاعد في كنترول واحد ويسيطر لك على هذه الطائرات ويصور ويحدد. وإذا كان عندك نشاط هو مجوقلة قاعدة في جانب تطيها أوردر تسوق لعفور تروح تشاغل تعتقل هذا التهديد أو الخطر الذي حدد بمكان ما، ويكون العمل منظم ومرتب. أما أن نستخدم هذه الأساليب، طيب وجبتوا كتل خرسانية وراح تطلعون دوريات تفتر، وهذه الدوريات لازم يتأمنوا لها أرزاق ولازم يتأمنوا لها جهد يراقبها، وبعدين هذول يتفقون وياهم لازم نجيب استخبارات تتابعهم، وشنو هالتكدس وهالأسلوب التقليدي اللي بالحقيقة بيه استنزاف للموارد واستنزاف للجهد البشري، وربما أيضا يراد لها اتفاقا سياسيا بين هذه المكونات. أحسنت هذه التسوية وهاي الصبة دخلت في المنطقة وهذا نعود من جديد وهذا ما يؤكد والعودة من جديد لأن الجدل السياسي هو يعني مرتبط بالخرق الأمني ومستمر بهذا الارتباط، والخرق الأمني هو جزء ربما من كل يعاني من التردي أيضا. أحسنتم، وهذه إحنا قضية يعني باتت هي مطلب للرأي العام العراقي. هسه اليوم أكو جماعة وأكو وحدة موقف، السنة متضررين، الشيعة متضررين، الأكراد أيضا دا يشاغلون ودا يتعرضون إلى اشتباكات عنيفة، وأيضا يطالبون في أن يكون هناك ارتقاء وأمن وسيادة ليس العراق، يعني أمن وسيادة واستقرار العراق هو ليس جزءا لا يتجزأ من مطلب محلي وإنما أيضا إقليمي بل أبعد من ذلك دولي. هناك رعاية دولية وهناك دعم إقليمي. في تقدير أنه آن الأوان أن على أقل تقدير نذهب باتجاه تبني مبدأ نكران الذات في إدارة الأزمة في العراق، أن نفصل الملف الأمني والعسكري عن السجالات السياسية وعن الأزمات السياسية وعن المفهوم الفضفاض اللي يتحدثون عنه التداول السلبي للسلطة. احنا كل فترة انتخابات، كل دول العالم فترة الانتخابات هي عبارة عن كرنفال سياسي، الا احنا عبارة عن مأتم سياسي.
العالم تقول تريد بس تنتخب حتى تخلص ياهو اللي يجي تنتخبه بس تريد تحسم الانتخابات حتى تتوقف المفخخات والقتل والاختيالات. هذا هذا مو حل يعني، هذا مو وضع بلد. هذا الأوان أنه تكون الكتلة الأكبر، الكتلة الهرامية اللي هي بالحقيقة ممثلة ومجسدة بالتحالف الوطني، أن يكون لها رأي، أن تحسم الأمور. لأنه إذا كانت الكتلة الأكبر هي بهذا التسويب وهذا التشرذم قطعا تنعكس على الآخرين، والآخرين يبدأون يبتزون ويطالبون بمطالب غير مشروعة. ربما هناك قراءة مخالفة لكل ما تحدثنا به دكتور أحمد وما تفضلت به أنت، يعني بعض التسريبات أشارت إلى أن معلومات قدمها الجانب الإيراني عن طريق مسؤول كبير عن أن الدواعش سيزيدون في هذه الفترة المقبلة الضغط على بغداد ربما للتخفيف عن المحور السوري وحلب تحديدا، كيف تقرأ هذه المعادلة؟ هذه المعادلة الصحيحة بالحقيقة ولطالما تحدثنا عنها، يعني هي لم تأتي بشيء جديد، لأنها هذه حروب الجيل الرابع. ونعيد هذا التوصيف، حروب الجيل الرابع تختلف عن الأجيال الثلاث الماضية في كونها الهدف الاستراتيجي منها هي الضغط على صانع القرار السياسي، ومعنى ذلك أنه في عملياتها هي تستهدف الإرادة السياسية، كسر الإرادة السياسية للشعب والضغط على الإرادة السياسية لصانع قرار سياسي ابتزازا ورغبة في تمرير مشروع. كلما كان صانع القرار السياسي قادر على أن يشكل استراتيجية ردع أمني وعسكري، فمعنى ذلك أنه سيدخل في صدام مع هذه الحروب. هذه الحروب تصنف سرية، أفعل الجانب الاستخباري. الجانب الاستخباري، هل الجهد البشري يكفي؟ الجواب لا، يجب أن يكون هناك جهدا تقنيا. هل الجهد التقني يكفي؟ الجواب لا، لابد أن نستنفر الملف الدبلوماسية العراقية. ليش؟ لأن هذا التحديد تهديد وافد من خارج الحدود. فما هو دورنا في استخدام الفواعل الإقليمية والدولية بإسكات المنافذ والمعابر التي هي تشكل خواص الرخوة للحدود العراقية من أي دولة؟ نعم، يعني حليف استراتيجي إلى الولايات المتحدة. استنطق منظومة اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية بإيجاد ضواغط على الدول التي تشكل معبر لعبور الإرهابيين. احنا اليوم تركيا تحتلنا وما شفت لسياسي من الخصماء اللي كسروا البرلمان، ما شفت من عندهم أحد، لا من المتظاهرين ولا من المعتصمين ولا من القوى المحافظة اللي تريد تبقى على منظومة الفساد، ما شفت واحد من عندهم طلع وتحدث عن قضية طالب بهذه الاستراتيجية والاحتلال التركي. نعم، إذن اسمح لي أن أنتقل لمحور آخر، وتفضل بالبقاء معنا الدكتور أحمد الشريفي، وأنتم أيضا مشاهدينا فاصل قصير ولنا عودة. إذن مشاهدينا، عادت الرطبة القضاء الغافي وسط صحراء العراق الغربية إلى أحضان الوطن بعد أن تمكنت القوات الأمنية من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب من اقتحام المدينة وقتل الدواعش المتواجدين فيها وإجبار الآخرين للهروب باتجاه القائم وفتح الطريق الدولي ورفع العلم العراقي فوق البنايات الحكومية للقضاء. الأجهزة الأمنية أنهت جدلية الأولوية بين الرطبة والفلوجة من منطلق أمني واقتصادي، فيما يبقى طول خطوط الإمداد مع هذا القضاء هو التحدي الأكبر لأي قوات يناط بها مسك الأرض. تفاصيل أكثر مشاهدينا عن تحرير الرطبة في سياق هذا التقرير. تمكنت القوات الأمنية من اقتحام الخطوط الدفاعية للدواعش في قضاء الرطبة غرب الرمادي وتحرير حي الانتصار استراتيجي ورفع العلم العراقي فوق البنايات الحكومية، فيما شرع الجهد الهندسي برفع الألغام عن الشوارع والبيوت المفخخة وأخلية العوائل والجرحى الذين كانت داعش تعتمدهم دروعا بشرية في معركتها مع قواتنا الأمنية. الرطبة قضاء استراتيجي لا شك في ذلك، واستراتيجيته ناتجة من كونه قضاء حدوديا مع الجارة الأردن، بمعنى أن للتحرير وجهة اقتصادية وأخرى أمنية، حيث يمنع تحرير الرطبة الدواعش من السيطرة على خطوط تجارية حيوية كانت تأخذ من خلالها الأتوات من الشاحنات المارة. أما الشاحنات التي كانت تتبع للدولة أو تشك بأنها تتبع إلى تجار شيعة فكانت تصادر هي وبضاعتها. اليوم القوات الأمنية داست بأقدامها أرضا لم تطأها قدم إنسان منذ سقوط النظام، فمناطق وكر الذيب ووادي حوران والصحراء الغربية كانت بعيدة عن أي عمليات عسكرية
مما أعطى المنطقة بعدا عن أنظار القوات الأمنية. والرطبة بحكم موقعها الجغرافي البعيد عن الأنظار الأمنية جعلها مضافا كبيرا للانتحاريين ومعملا نشطا للسيارات المفخخة التي تتجه للجنوب نحو كربلاء أو باتجاه العاصمة بغداد. إذن مشاهدينا أرحب بضيفي من جديد الدكتور أحمد الشريفي. أهلا بك دكتور. إذن اليوم ما هو العمق الاستراتيجي الذي توفره الرتبة؟ هل القضية قضية أمنية أم اقتصادية؟ تفضل. بالحقيقة في آن واحد هي أيضا توصف عسكرية واقتصادية وأمنية. الحقيقة هذه كلها تحضر في النشاط العسكري الجاري حاليا، فضلا عن أنه إحنا لا ننسى أنه المنافذ الحدودية هي جزء لا يتجزأ من سيادة الدولة، ومعنى ذلك هو إعادة اعتبار رد اعتبار للدولة حينما تكون المنافذ الحدودية للدولة ممسوكة بيد القوات، سواء كانت القوات الأمنية أو العسكرية. نعم. وهذه الأبعاد كلها حاضرة في هذه العمليات. النجاح الكبير بالحقيقة الذي يتحقق هو بسبب إرادة مقاتلين في الميدان اللي قاتلون بالحقيقة في ظروف صعبة جدا، ولكن أمام هذا التحدي لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن القطاعات قد فتحت أجنحتها في رقع جغرافية واسعة جدا، وعن الأوان أن نبحث عن حلول فيما يتعلق بخطوط الدعم اللوجستي وتأمين خطوط النقل البري لقطاعاتنا حتى تتواصل بشكل طبيعي جدا بين وهنا القطاعات أسألك المندفعة. نعم. وهنا أسألك دكتور أحمد، يعني هل هناك قواعد عسكرية ربما يمكن استخدامها في معارك قادمة من خلال الرطبة باتجاه راوة وعانة والقائم أيضا؟ نعم، احنا بالحقيقة عدة قواعد، ولربما الآن الاهتمام أو التركيز بشكل مباشر على قاعدة عين الأسد، ولكن هل يا ترى الجهد الجوي سواء كان ممثلا بطائرات السمكية أو طائرات المقاتلة قادر على أن يؤمن غطاء جويا وفي بعض الأحيان مظلة جوية؟ لأنه الغطاء الجوي هي أن تكون الطائرات بالإمرة متى ما احتاجتها القطاعات تتصل، فأنذاك ممكن أن يتأمن لها ضربات نوعية. والمظلة الجوية هو عبارة عن بعض الأحيان يصل إلى حد الاستطلاع على مدار الـ 24 ساعة، أن تكون المنطقة منظورة جوا، أي تحرك أو أي نشاط يستهدف أمن القطاعات يعالج بالجو عبر الصيد الحر أو ما يطلق عليه بالفري جان بالنسبة للطيارين. نعم. فهذه بالحقيقة مهمة جدا، يجب أن يصار لها يعني أن ينظر لها السيد القائد العام للقوات المسلحة في تأمين مستلزمات إدارة المعركة جوا حتى نديم زخم المعركة. قطعات اندفعت الآن حررت الرطبة، التحرير القادم باتجاه القائم، هذه المسافات الشاسعة ستجعل أرتالنا بشكل أو بآخر صيدا سهلا إذا تحركت لتصبح هدف واحد لعمليات الإغارة والكمائن للتنظيمات. لذلك نحتاج إلى استطلاع، فأما أن نؤمن عبر الجهد الوطني وأما أن نفعل دور التحالف الدولي في رصد واستمكان خطوط النقل الاستراتيجية لقطاعاتنا عبر الاستطلاع الإلكتروني أو عبر الطائرات المقاتلة، ثم يصار إلى استمكان التهديد ومعالجته. نعم. ففي تقدير أنه آن الأوان أن يكون هناك استحضارات معركة جوية رديفة لاندفاع فتح أجنحة قطعات في الميدان برا. نعم. واندفاعها بالعمق كذلك. طيب دكتور أحمد، الرتبة نصر ونصر كبير ويحسب أيضا، لكن هذا الانتصار في الرتبة ربما لم يأخذ حيزا من اهتمام المواطن العراقي، خاصة بعد الخروقات الأمنية الأخيرة التي ضربت العاصمة بغداد. أحسنتم، أثرت يعني هذا الانهيار الأمني اللي احنا لطالما ركزنا قلنا أن الجبهة الأمنية لابد أن تساير الجبهة العسكرية، عندما يكون إنجاز في الجبهة العسكرية لابد أن يكون هناك أيضا إنجازا أمنيا في أعمال استباقية وناتجة عن استراتيجية ردع للأعمال الأرهابية، وهذا الأمر ما يسف إلا لم يتحقق. تحرير الرطبة كان بالحقيقة عملية نوعية، لا سيما أن هناك مفردة يجب أن نوصلها إلى الرأي العام العراقي. نعم. أن هذا التحرير جاء بإرادة مقاتلين من ضباط وأهالي ذات المناطق، هذه المناطق التي كانت توصف بالأمس أنها حاضنة ومتعاونة ومؤيدة للإرهاب، اليوم أصبحت هي حاملة للسلاح وتشتبك وتحرر،
وهذا بالحقيقة رصيد وطني يجب أن نشير إليه. وأيضا إلى الآن هناك مفردة ما زالت تعاني من الدمج ربما في أذهان الكثيرين، يعني موضوع الأمن والعسكرة، يعني إلى الآن لا يوجد هناك خط فاصل ربما في الفهم ما بين هاتين المفردتين. لا بالحقيقة هذه يجب أن نوضحها أيضا. يعني إشارة جنابكم إشارة ذكية. أنه إحنا عندنا خطة أصيلة وخطة رديفة. الخطة الأصيلة هي خطة تقتضي التحرير العسكري، الاشتباك المباشر والقتال المباشر وطرد داعش. بمجرد أن يحصل هذا الأمر تندفع القطاعات مطاردة لهذا التنظيم الذي يوصف بأنه جيش الجوالة، تندفع باتجاه مطاردة هذا التنظيم. إذا دفعت لمطاردة هذا التنظيم فبعد ذلك على سبيل المثال الرطبة ستصبح شبه خالية أو فيها رصيد لمسك الأرض عسكريا ضعيف. لذلك تنطلق الخطة الرديفة. الخطة الرديفة التي تتعلق بمسك الأرض أمنيا وإعادة الحياة إلى المدينة حتى لا يصار إلى عودة هذا التنظيم مرة أخرى. فهذه الخطة يفترض الخطة الرديفة أن تكون من مسؤولية الجهد الأمني، والخطة الأصيلة اللي هي عسكرية تكون من واجبات الجهد العسكري. والجهد الأمني والعسكري يكون منظورا من قبل القائد العام للقوات المسلحة وفريقه الأمني والعسكري في إدارة المعركة وفق آلية مركزية وفق فوقية، لأنهم يسيطرون على وزارة الداخلية وزارة الدفاع ويدرسون المعطيات ويضعون المعالجات لكل معضلة تحصل في الميدان. كما تحدثنا الآن أن القطاعات انفتحت لابد من أن يكون هناك غطاء جويا ومظلة جوية، كيف نعالج؟ إذا كانت القضية موجود جهد وطني فلنذهب باتجاه استثمار الجهد الوطني. إذا الجهد الوطني غير مؤمل هذه بالحقيقة لا شغل القيادات العسكرية ولا الأمنية، شغل القائد السياسي. القائد السياسي يتصل بالسفير الأمريكي أمن لنا مظلة، أمن لنا غطاء. وهي طبعا هذه المنطقة من فضل الله تفيض خير، ومصالح الدول كلها بيها، مصالح فرنسا ومصالح ألمانيا ومصالح الولايات المتحدة. أيضا بإمكان أن نستثمر هذا تشابك المصالح في أن يعني نستنطق جهود الساندة الإقليمية والدولية في حربنا ضد الإرهاب الذي يوصف تهديد للأمن والسلم الدولي مو بس إلنا. أيضا دكتور ربما اليوم المواطن والسياسي أيضا ورجل الأمن وشيخ العشيرة كلهم يسألون عن التهاون والتباطؤ في تحرير الفلوجة، يعني لما هذه المدينة بالذات إلى الآن لم يتم التعامل معها بالحزم والقوة التي تم التعامل فيها مع هيت والرطبة وأيضا الرمادي وتم تحريرهم بالكامل؟ هذه سببها الرومانسية الوردية لصانع القرار السياسي. يعني لماذا يجري الإذعان إلى شركاء هم أساسا لا يمتلكون رصيدا جماهيريا ولا يمتلكون تأثيرا إقليميا ولا دوليا، سوى أنهم يرتبطون بدولة ما، هاي الدولة عندها مصالح. طيب ليش هاي الدولة اللي هي خارج الحدود مصالحها مقدمة على المصالح العليا للوطن؟ حتى إذا بتلكوا أذرع سياسية. طيب ما على أقل تقدير الآن الدروع البشرية اللي بالفلوجة يعانون إلى أمرين، والإعدامات على قدم وساق، هذولا مو أبنائنا؟ هذولا مو أيضا يستدعون من عندنا أن نختزل الزمن، ونختزل ليس بالأيام والأسابيع إنما نختزل حتى بالساعات. طيب. في الموصل الإعدامات والتصفية التي تجري لا أذعن لمن يرغب في التأخير من أجل أن يشغل موقعا في المستقبل السياسي لهذه المدن، أو يريد يفرض نفسه فرض على هذه المدن. هذه المدن تحرر عسكريا وتمسك أمنيا، وآنذاك تطلق الحريات للسكان المحليين في اختيار من يجدوه ثقة لأن يضعوا مستقبلهم وإرادتهم السياسية بيده. مو أجي أنا أفرض عبر الشراكة أفرض عليهم شريك. إذا حصل هذا الأمر، وهذا تنبيه بل تحذير، إذا حصل هذا الأمر وفرضتم عليهم نموذجا سياسيا سيعود التمرد. خلوهم أحرار في خياراتهم، وآنذاك حتى إذا فشلوا في خياراتهم هم الأولى بإصلاح ما أفسدوه. لا تفرضون عليهم شيء لأنه سيلقون بتبعات فشلهم عليكم. لا تأخذون بالنظام المركزي، النظام المركزي نظام خاطئ. أطلق العنان للحريات أن تتحرك وتختار من تختار. إذا فشل هم يتحملوا المسؤولية، وإذا نجح نموذجهم آنذاك سيكون الخير لهم ولنا. ففي تقدير أنه آن الأوان أن لا نفرض عليهم نموذج. الآن أكو هيك أبعاد، خلينا نأخر حسم الفلوجة
حتى تسوق لنا كم واحد من اللوقية والهيلق التركية. نعم. لا تظلوا تذعنون هاي المساعي. إذا تبقى المصالح والأجندات الخارجية. الولايات المتحدة ليش خايف من تركيا؟ أنت تقول بأن الأجندات الخاصة أو الأجندات الخارجية والمصالح الشخصية الداخلية هي سبب في عدم تحرير الفلوجة إلى الآن. طيب يعني هناك معادلة أمنية أيضا تقول بأن عدم تحرير الفلوجة سيجعل المبادرة بيد العدو في تهديد المحافظات الثلاث المحيطة بالفلوجة: الأنبار، الحلة، وبغداد أيضا. هل تتفق مع هذا الرأي دكتور؟ يعني في تقديري أنه التهديد الإبطاء في معالجة أزمة الفلوجة والموصل هو تهديد أبعاده لا تقتصر فقط على تهديد أمن وسيادة العراق، وإنما تهديد للأمن الإقليمي. نعم. في تقديرنا أنه انهيار التنظيم في الفلوجة وفي الموصل سيؤدي إلى سكون ذنب الإفعى حتى في سيناء. لذلك هم يركزون على المناخ السياسي الضعيف في العراق لإدامة زخمهم في مشغلة كل دول المنطقة بما فيها حتى دول الخليج. نعم. وما يؤسف إلا نحن في بعض الأحيان يعني نقفل على اتجاه واحد. آن الأوان أن نفهم حتى دول الخليج أنه التداعيات التي تحصل بالعراق ارتدادات سيطرق الإرهاب باب دول الخليج وبما فيهم السعودية. خلينا نستنهض هذه القوى الإقليمية من أجل أن نوحد موقف. نعم. والموقف لا يتوحد إقليميا ودوليا إلا بوحدة موقف سياسي في داخل العراق. نعم. آن الأوان أن لا نصغي إلى الشريك المتآمر، شريك يدعم الإرهاب ويمهد ولديه وسائل وأدوات في إدامة الإرهاب. ليش تحترمه؟ هو لا يحترم الدم العراقي ولا يحترم سيادة الدولة ولا يحترمك أنت كشريك سياسي. إذن على السياسيين أن يعوا ذلك. دكتور أحمد اسمح لي بالذهاب إلى فاصل ونعود. إذن مشاهدينا ابقوا معنا. إذن مشاهدينا، علاقة طردية مستمرة بين الجدل السياسي بين بغداد وأربيل وبين الانفصال، حيث جاءت نهاية اتفاقية سايكس بيكو في اليومين الأخيرين محفزا ربما لرئيس الأقليم بالحديث عن انفصال الكرد عن بغداد واعتبار العراقي والكرد جارين جيدين. هنا لابد من الإشارة إلى كيفية انفصال الكرد عن بغداد بأخذ ظروف المنطقة بعين الاعتبار. الأحزاب الأخرى كأنها ردت على البرزاني بإقامة تحالف بين حركة التغيير كوران وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا الاتفاق ينسف الاتفاق الاستراتيجي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ويعيد معادلة الحكم في الأقليم إلى نصابها. إذن مشاهدينا، للتفصيلات أكثر نشاهد وإياكم هذا التقرير. اتفاقية سايكس بيكو انتهت. السبق في استثمار هذه المناسبة كان لرئيس حكومة إقليم كردستان الذي عد الاتفاقية مجحفة في تشكيلها الدولة العراقية بشراكة قوميتين، داعيا أن يعاد النظر في ذلك أو يكون جارا جيدا في تلويح انفصالي ليس بالجديد. تحليلات أكدت أبعادا أخرى لخطاب بارزاني مع معطيات الظروف الراهنة. هذا دليل آخر على أن الكرد اليوم لا ينتموا إلى هذا البلد الكبير، وليس لديهم نوايا حقيقية وشعور حقيقي وصادق بأنهم جزء من هذه الدولة العراقية الكبيرة. العصر الجديد لاتفاقية تقسيم جديدة قد بدأ فعليا حسب مراقبين. مشروع برنارد لويس المستشرق اليهودي، أو ما يسمى بمشروع الحدود الدموية، الذي قدم فيه لويس رؤية لتقسيم بلدان الشرق الأوسط وفقا للدين والعرق، تناغم مع خطاب بارزاني الذي قال فيه إن العراق مقسم فعليا والطائفية هي من سترسم خطوط التقسيم. يقول ترسم حدود العراق الطائفية، وكأن رأسا أخذ المناطق السنية صارت منا على اعتبار ومسنة، والمناطق الأخرى بقى شيعية. بهذه الدرجة من الخطر. رغبة حكومة إقليم كردستان في الانفصال تتصاعد يوما بعد آخر في وقت لا توفر فيه حكومة المركز أي مشروع يحسم هذا الملف المستفز لجمهور الحكومتين وحتى دول الجوار الرافضة لفكرة الدولة الكردية. تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود البرزاني قد لا تكون جديدة في مضمونها، لكن توقيتها هو ما يثير التساؤلات. فهل نحن بصدد مشاريع تقسيمية عقب سايكس بيكو منتهية الصلاحية، أم سيكون لحكومة المركز كلمة فصل بشأن رغبة حكومة إقليم كردستان، أم سنبقى ندور
في فلك دولة داخل الدولة. من بغداد حسين أحمد، قناة بلاد الفضائية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ورحب بضيفي من جديد الدكتور أحمد الشرافي من بغداد، وأيضا ينضم إلي عبر الهاتف الآن المحلل السياسي الأستاذ علي الجبوري. تحية لك أستاذ علي. إذا يوما بعد آخر يبين فيه الكرد على أقل تقدير ربما جناح البرزاني بأن بقائهم مع العراق هي مسألة وقت ليس إلا، وأن البقاء مرهون دائما بالظروف الإقليمية والدولية وليست بالشراكة كما يروجون لها دائما. تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك يا أختي الكريمة والدكتور أحمد. حقيقة يعني هذا الموضوع سلط عليه كثير من الضوء. أعتقد الجانب الكردي وتحديدا حزب السيد البرزاني يعني واضح، كان واضحا منذ يعني وقت ليس بالقريب بتوجهات السياسة، مشروع السياسي قائم على أساس استثمار معطيات ما بعد 2003 بالاتجاه اللي يمهد ويحضر إلى يعني مشروعهم في إقامة دولة كردستان، سواء كان بمحتواها الأكبر ما يسمى بانهلالين بكردستان الكبرى، أو يعني تطوير مشروع الفيدرالية إلى كونفدرالية. وبالتأكيد هذا اللي يتابع خطابات السيد البرزاني وقيادات الصف الأول من الحزب الديمقراطي الكردستاني سيفهم أو ستوضح إلى المعطيات الأساسية التي تدور في هذا الاتجاه. نعم. لكن حقيقة هذا حقيقة يتقاطع مع حقيقة المشروع الأكبر اللي تعاهد عليه الشعب العراقي ومنه المكون الكردي، وهو أعني بذلك الاستفتاء على الوثيقة الدستورية التي حسمت الموضوع منذ وقت مبكر. يعني الآن الحديث عن ما يسمى في تقرير المصير أنا أعتقد يعني حديث غير ذا قيمة وغير موضوعي على الإطلاق، لأنه إذا افتهمنا تقرير المصير هو من خلال الاستفتاء، أنا أعتقد الشعب العراقي قد استفتي على الدستور عام 2005 والذي يتحدث في يعني مادة واضحة تقول بأن نظام الحكم في العراق هو نظاما فيدراليا او يعني برلمانيا، شكل الدوله هو شكل الفدرالي. وايضا دكتور عن موضوع وعن موضوع الانفصال ايضا دكتور علي، يعني يعاب اليوم على الحزب الديمقراطي الكردستاني على انه علاقاته الخاصه مع اردوغان بشخصه وليس مع تركيا او حزب العداله، وهذه الامور غير مطمئنه، وهذه العلاقه ربما لموضوع الانفصال عن دوله العراق. وهذا حقيقه يعاد من الاخفاق في فهم يعني البعد الاستراتيجي لعملية رسم خارطة المنطقة. يعني يخطئ من يظن بأن التقارب التركي، ولنقل تقارب حزب العدالة والتنمية وتحديدا تقارب أردوغان ونحو الكرد وتحديدا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وطموحاته، هو يعد استراتيجية لدولة تركيا. على الإطلاق تركيا كانت ولا زالت استراتيجيتها قائمة على وعد أي حلم لعملية يعني إيجاد أي كيان للكرد الأتراك. نعم. يعني حتى موضوع في إطار يعني الحكم الذاتي أو حتى في إطار يعني نفس المعطيات التي أعطيت للكرد الأتراك العراق هم يعني غير مرحبين بها. فبالتالي أنا أعتقد أردوغان وحزب العدالة والتنمية استثمروا مسألة الخلاف بين الإقليم والمركز بل والطموحات السيد عملية الحصول على أعلى يعني سقف من المطالب من الحكومة المركزية الحكومة الاتحادية عفوا بالاتجاه اللي يؤدي إلى عملية يعني تكون مخرجاتها لصالح تركيا. وهذا ما حدث فعلا، ولنتذكر معا يعني ضلوع الأتراك في عملية التمهيد والإعداد لعملية دخول الجماعات الإرهابية من تركيا إلى العراق، يعني حتى بعملية السياح الموصل وما إلى ذلك كان الأتراك ضلع كبير فيها. فبالتالي نعتقد حزب السيد البرزاني يخطئ كثيرا ويكون خطأ استراتيجي عظيم عندما يظن بأن عملية إضعاف المركز ستكون بالمقابل هي قوة للإقليم. على الإطلاق
أنا أعتقد الأتراك والإيران والإيرانيين والسوريين وكل دول المنطقة أنا أعتقد هم ضد من أي مشروع يتأسس عليه كيان كردي جديد. نعم. إذن دكتور علي تفضل بالبقاء معي لنشرك بالحديث الدكتور أحمد ضيفي من بغداد. دكتور أحمد يعني هناك من يقول بأن الكرد لا يمكنهم الانفصال عن بغداد ليس حبا ببغداد طبعا وإنما لا يريدون ربما يضيعوا منجز الإقليم بحلم دولة غير واضحة المعالم إلى الآن. قطعا يعني احنا من الضروري جدا في بعض الأحيان حينما نقيم السلوك السياسي للإقليم أن لا نعمم القضية أنه الكرد ليسوا وطنيين أو كذا، هذه بالحقيقة غير صحيحة لأنه نحرض الرأي العام العراقي عليهم. حتى في مسألة الامتيازات إذا أخذوا الكرد امتيازات من الحكومة الاتحادية فهذا ليس لا يعابون الكرد وإنما يعاب التحالف الوطني الذي أعطى امتيازات على حساب قواعد الجماهيرية، فالخلل في التحالف الوطني وليس في الكرد. هذه نعم. مسألة تحقيق المصير التي يتحدث عنها السيد مسعود البرزاني هي نعم. مسألة غير قابلة للتطبيق لأنه تحقيق تقرير المصير هذه القضية وين نعم. تكون؟ طيب. تكون في الدول التي فيها أقلية لا ليس لديها قدرة المشاركة السياسية أو الحصول على موارد الدولة. إذن الأحزاب موارد الأخرى الدولة هم ما شاء الله ميزانية لهم. دكتور أحمد والمشاركة السياسية هم رئيس جمهورية لهم. يعني رئيس الجمهورية بالمناسبة هو نعم دور فخري ولكن لديه ترى بالمناسبة صلاحية حل البرلمان، يعني صلاحية التدخل في إرادات الشارع. من الذي ينتخب البرلمان؟ نعم. الرأي العام العراقي ولديه قدرة حل البرلمان إذا وجد أنه البرلمان بدأ يهدد سيادة الدولة أو خرج عن الدستور. إذن تقول بأن حزب البرزاني هو من يتحدث بهذه اللهجة والأحزاب الأخرى لا تستطيع أن تظهر بما يتحدث به حزب برزاني عن الانفصال وهذه التفاصيل. هذا التوقيت بالمناسبة توقيت مهم جدا، هذا التوقيت بالحقيقة لا يعدو كونه في صراع الإرادات ابتزاز سياسي. السبب لأنه السيد مسعود البرزاني جرب حظه ويا تركيا، أرسل دفعات مال بترول وحتى يسفع العراقي كلهم، ما كل أموال اللي باعوها على طريق تركيا نعم. تركيا سرقت هذه الأموال قرصنتها بذريعة أنه إذا هذه البترول سواء كان من كركوك أو من الإقليم هو بالأساس يعتبروا هذه جزء من أراضيهم فاعتبروا المال مالهم وأخذوه نعم. اثنين أنه مسألة نظرتهم إلى الكرد هم يعتبرون وهذه القضية احنا لا نؤيدها، يعتبرون الكرد عبارة عن قبائل جبلية بدوية خرجت عن أصل الثقافة التركية وهم يرون أن هناك واجب أخلاقي على تركيا أن تعيدهم إلى الحضارية نعم. هاي نظرتهم الفوقية إلى الكرد. فهل يعقل أن أردوغان اليوم جاي يريد يحقق حلم الأكراد في أن تكون لهم دولة؟ هذا ضرب من الخيال والآن حتى السيد مسعود البرزاني أدرك هذه الحقيقة. فالحقيقة هذا التصريح لا يعدو كونه نوع من الابتزاز السياسي أو نوع من الحصول على مغالب سياسية جديدة. إذن ابقى معي دكتور أحمد أعود أمام كتلة رخوة اسمها التحالف الوطني. طيب أعود لك دكتور علي وأسألك هل يمتلك الإقليم اليوم مقومات دولة؟ يعني أنبوب النفط مثلا يحتاج إلى قرار سياسي، هل يعي البرزاني مختلف تفاصيل هذا الموضوع؟ نعم نحن نعلم أن حقيقة مسألة إعلان الدولة وليس بالهيئة ليس إعلانا سياسيا يتم من خلال يعني وسائل الإعلام وما إلى ذلك، هذا الموضوع يحتاج له إلى متطلبات قانونية وعملية اعتراف دولي وإقليمي في هذا الجانب. ولنتذكر معا يعني حدث من بالنسبة لدولة جنوب السودان هذا الموضوع كان لا. مر عن طريق مجلس الأمن، قرار لمجلس الأمن في عملية استحداث دولة وفترة انتقالية وفقا لقرارات مجلس الأمن ومن ثم إعلان عملية الاعتراف الدولي. فبالتالي أنا أعتقد هذا الموضوع هو ليس بالموضوع الهين الحديث عن مسألة انفصال وما إلى ذلك، يحتاج إلى فضلا عن المتطلبات الموضوعية الداخلية والإقليمية يحتاج إلى يعني غطاء دولي يتعلق حتى عملية الاعتراف المجتمع الدولي بالدولة الجديدة يتحقق. وأيضا دكتور علي هناك من ينصح نعم. المنادين بالانفصال بأنهم نعم. اليوم داخل العراق هم محميين بحكومة المركز والانفصال سيحولهم ربما إلى دولة منافسة لدول المنطقة وبالتالي غير محصرة من الصراعات والاختلافات والتجاذبات مع الدول المجاورة لها. على العكس من ذلك أنا بتقديري المتواضع ترك يعني الدولة المقترحة اللي يتصورها
الساسة الكرد، ولا أقول الكرد، ساسة الكرد وقسم حقيقة من الساسة الكرد وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني زعامة السيد البرزاني، أنا أعتقد ستكون دولة عرضة للمشاكل والتقاطعات الإقليمية. هذا ما قصدته دكتور علي، عدم قدرتها على العيش بأمان في هذا الجانب. نعم. ستكون هي جارة لتركيا بالدرجة الأولى، يعني سوف لن تكون عملية. نعم. الخطر اللي يأتيها من الجنوب، إنما الخطر اللي يأتيها من الشمال، من تركيا وطموحاتها. نعم. وحقيقة يعني طموحاتها في عملية وقت أي مشروع اتضحت في عملية تحريض الأكراد على مشروع كهذا. نعم. لذلك أنا أعتقد مثل ما أوضحت في المداخلة الأولى قبل ما يتحدث الدكتور أحمد، أن عملية تطور الأكراد لعملية أن عملية إضعاف المركز ستلقي بظلالها الإيجابية على الإقليم، أنا أعتقد هذه سيكون عكس ذلك. نظرية خاطئة. إذن اتضحت الصورة، عذرا للمقاطعة ولضيق الوقت. الدكتور علي الجبوري محللا سياسيا كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود لك دكتور أحمد. إذن موضوع الانفصال يعني لابد أن يكون هناك أرض لابد من حسمها قبل موضوع الانفصال عبر المادة 140، يعني بمنطق إذا سلم الكرد طبعا بمنطق القوة بالسيطرة عليها، يعني منطق القوة يقول بأن السلاح ذو حدين، قد تعود القوة للآخر، بإمكانه بذات المنطلق أن يسترد الأرض التي أخذت منه بالقوة. يعني في تقديرنا أنه آن الأوان أن ننظر بموضوعية وبتأني وبروية في دراسة قضية المادة 140. نعم. إحنا على سبيل المثال كركوك في زمن الطاغية كان عدد الوحدات الإدارية 36 وحدة إدارية في كركوك. نعم. عمل الطاغية على تحويلها إلى 16 وحدة إدارية رغبة في تعريب كركوك. كركوك نعم. حتى نعالج لا ننكئ الجراحات، ولكن في ذات الوقت نظهر الحقائق، نقول أنه كانت 36 وحدة إدارية وأصبحت صدام أراد أن يلغي الكرد، جاب قسم من عندهم لقلهم بالأنبار. نعم. إحنا لازم نحكي بهمومهم ومعاناتهم حتى لا نجعلهم مغتربين عنا وبعدين يوقعون بأيدي المشاريع الإقليمية والدولية. نعم. فعلا صدام تلاعب بديموغرافية مناطقهم. خلي نجي نعالجها للمادة 140 بمساندة دولية برعاية أممية، ونجد حلول عبر التوافق الوطني وبرعاية كردية أيضا هذه القضية. أن نبقيها عالقة خطأ. نعم. ثم آن الأوان أن لا نأخذ بالنظام المركزي، عندهم مطارات وعندهم منافذ حدودية، خلي نعطيهم حرية التحكم والتصرف بهذه المنافذ. لنجيب لهم مجموعة من العمارة تقعد تدير مطار أربيل. ليش؟ طيب ما عندهم هم رجال وعندهم موارد وعندهم، نتعامل معهم أن نعطيهم حرية التصرف ونأخذ رصيد الاتحاد. وهذه القضية لا تقتصر على الإقليم فقط، الغربية نفس الحالة. نعم. أكو عندهم مصادر ثروة، خلي نسلمها للحكومة المحلية، إن أفسدت حاكموها أبناء المحافظة، وإن نجحت فمواردها وخيرها جاي للحكومة الاتحادية. خلي شوية نرشق من النظام المركزي ونعطيهم فرصة حتى نحملهم المسؤولية. نعم. إذا الموضوع إعطاء الأولويات لمجالس المحافظات، أنت تقصد الحكومات المحلية. هي إيش؟ حكومة. نعم. محلية. نعم. في بعض الأحيان النظم الفدرالية تصل إلى مستوى أن يكون لها دستورا يطلق عليه بالدستور الفرعي، وأن نعم. تحمل علما آخر بجانب علم الدولة الرئيسية. اتضحت الصورة. خلينا نعطيهم فرصة شوية. إذن هذا ما يتمناه الجميع بهذه الأفكار. دكتور أحمد، أختم معك هذه الحلقة من حديث الثانية، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا كريما. الدكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني، وأيضا الشكر الجزيل للدكتور علي الجبوري كان معي عبر الهاتف، ولكم مشاهدينا ولكل كادر العمل وللمعد الزميل رافت صادق، شكرا لكم وإلى اللقاء.